أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. هذه الأهداف اللي نختارها لكم في حقة مختلفة عن عمر الرياضة الكويتية الخليجية الأسيوية، نسعى أن تكون إن شاء الله مادة دسمة تشاهدونها بشكل يومي من خلال طاقم العمل. إن شاء الله نقدم الأهداف اللي تبونها إن شاء الله، وكل الأهداف اللي طلبتوها سنعرضها لكم الحلقة هذه وأيضا الحلقات القادمة. خليجي 17 في دولة قطر كانت من المباريات المميزة في البطولة تلك المرحلة، وعمان والبحرين كانوا أيضا من الفرق المميزة في تلك المرحلة. كان هناك ارتفاع واضح للكرة، المستوى الكرة العمانية بالنجوم اللي كانوا يلعبون في تلك المرحلة. هذه المباراة شهدت تنافس كبير وشهدت أيضا أهداف اللي يبيها الجمهور. دعونا نتوقف منتخب عمان والبحرين. لاعب القرافة القطري، المنتخب العماني يحاول، يبقى اللاعب نشط ناحية اليسار حسن مظفر، كرة من عمان، خطر الجول، جول جول راؤول عمان، راؤول عمان، عماد الحسن اللي بيسمونه راؤول عمان بيسجل هدف، هدف الأولاني في هذا اللقاء بالدقيقة 43. بيستمر ضياع الفرص للمنتخب العماني ويأتي عماد الحسني، راؤول عمان كما يطلق عليه، بيسجل هدف الأول في هذا اللقاء من كرة كانت متقنة، بيعرضها حسن مظفر، ومظفر بيظفر فيها، بالتالي عماد الحسني شوف 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 لعبها على راسه بالمقاس وبيسجلها على طول. عماد الحسني بإتقان المرة هذه بالوقت اللي كنت ألوم فيها اللاعب عماد الحسني وبدر الميمني، على اعتبار أن المنتخب العماني بيفتقد إلى اللاعب المخلص، بيرد على كلامي على طول عماد الحسني وبيسجل أول أهداف المباراة بكرة رأسية جميلة عمانية، بيسجل ويفتتح وراح يشعل المباراة في هذه اللحظات. إذن سيداتي بيسجل أحلى هدف في هذا اللقاء عماد الحسني وأول أهداف المباراة. ننتظر أيضا بشغف مباراة منتخبنا الوطني المنتخب الأزرق بعد هذا اللقاء، وأمالنا وطموحنا إن شاء الله وقلوبنا مع المنتخب الكويتي. هذه كرة ملعوبة منتخب العماني، ولكن تغطية بحرينية من محمد سالمين، وكرة ملعوبة في جول، الله، شنو 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 راؤول مرة ثانية، الله 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 الحسني، صياد الأهداف، صياد الأهداف عماد الحسني وصياد الأخطاء، ورقصة عمانية ولا أروع. بيقع محمد حسين بخطأ دفاعي فادح أمام منه، أمام عماد الحسني اللي ما يثنيها أبدا، بيخلص 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 راؤول عمان الهدف. هذا بدر الميمني، هذا بدر الميمني، بدر الميمني هو من سجل هدف عماد الحسني، من سجل هدف الأول. شوف 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 الخطأ الدفاع اللي وقع فيها وتوصل إلى الميمني. المرة هذه البحريني مثل ما عملها وفاز على المنتخب العراقي في أول مفاجآته، المنتخب البحريني بيبحث عن الرد الآن، كرة ملعوبة من طلال يوسف تنحط في الجول وبيحاول، لكن قريبا المنتخب البحريني بيحضر وتنحط في الجول، في الجول، جول جول يا ولد يا ولد. محمود جلال، محمود جلال بيرد على هدف، هدف الميمني بأسرع بأقل من دقيقة. محمود جلال مباراة معقولة الحقيقة، هدفين بخلال 3 دقائق ودقيقتين. محمود جلال، محمود جلال بشعل المباراة مرة ثانية، محمود جلال بالدقيقة 51. شوف 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 على طول علاء حبيب بيحضرها وبيلعبها كأخر. البحريني هي الثالثة تتنفذ الركلة الركنية وتمر خطف الجول، الله، برافو، مخلص مخلص، الله، دعيج ناصر، دعيج دعيج ناصر، دعيج ناصر، دعيج ناصر بيخلص التعادل في هذا اللقاء، وبرافو المدرب ستريشكو، برافو. شوف أيضا زعل من ميلاما تشالا،
مع اول لمسه لدعيج ناصر بيسجل هدف. شوف 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 دعيج ناصر، برافو برافو. والحقيقه هذا للمدرب استريشكو اللي انزل دعيج ناصر مكان محمود جلال اللي استبدل وسجل هدف. شوف من ركله ركنيه الكره الثابته بيخلصها دعيج ناصر لاعب الشمال القطري، بيخلص التعادل في هذا اللقاء وتصبح النتيجه 2-2. مباراه ترجع من جديد. 80,000 دولار فاول المنتخب العماني. احمد حديد بينفذ وكره الحظ جول. الله، شنو شنو شنو، اثاره مستمره، هدف حلو للاعب المنتخب العماني، هدف عبد الله كامونا. عبد الله كامونا اللي تقدم في هذه الكره وبيسجل هدف راسي جميل بتصطد بالقائم قبل دخولها في مرمى الحارس علي حسن. لا لا لا، مباراة روعة، مباراة من أحلى المباريات في هذه البطولة. بشوف شوف، يا سلام عليك، يا سلام يا كامونا. كما يبدو اللاعب كامونا وبالتالي هدف بيسجل المنتخب العماني من كرة أحمد حديد اللي بيلعب كرة كالحديد والله بالإتقان، وبيحط رأسه فيها وبيسجل هدف. مباريات الكويت القادسية أيضا، وهي من المباريات المميزة الحاضرة في الذهن، لا تقيب عن البال وتبقى على البال دائما. هذه المباريات الآن عندما نسترجعها نتذكرها، تذكر أجيال جميلة مرت لكل الفريقين، تذكر مواقف مرة، تذكر حديثنا مع أصدقائنا، مع أهلنا عن هذه المباريات، عن التوقعات وأمور كثيرة. القادسية والكويت مباريات لا تسقط من ذاكرة الكرة أهداف. شوف يا بعض سعد يما العنبري، سعيد كرة مع سعيد، كيب لعبها عرضيه، كيب خطره خطره، جول 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 جول. عبد القدوس توني قاعد اتكلم عن الجول ومن يجيب الجول، وهذه عاده في البطيء. شوفوا كيب لما لعب، شوفوا كيب لما لعب كره مع سعود ابو حمد، وكيب شوفوا كيب، شوفوا كيب الان وهو رايح لها، كيب بياخذها جهه خط المرمى وفعلا بياخذ مسافه وبيطلعها كيب بعد ما عمل مجهود فردي سليم واضح فيها كعيب. شوف لما يطلعها عرضية فوق وارضية، عبد القدوس بيهديها مرة واحدة، عبد القدوس بيحطها فعلا بالزاوية على شمال حمد ابو حمد، راح يلعب الفاول، لعبها حمد ابو حمد عالية ونحط بالراس، جول 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 جول. يونس ضيف، يونس ضيف راح عند منطقة 18 نادي الكويت، ضيف حط جول جول. هذه عادة في البطيء، حمد بيعليها تعلية سليمة ويونس ضيف بينط ويحطها براسه وبتمر جنب حارس مرمى نادي القادسية. مجرد انه ينتهي الملعب خلاص انتهى لعبة الكرة، وتطلع عبد الله حكم ملعوبة، لحط براسه جول جول جول. كرة ملعوبة جاءت من عبد الله حكم يلحطها براسه إلى زهير عبد الخالق، بيسجل الهدف في الدقيقة 30، في الدقيقة 30 كرة ملعوبة مفاول جهة اليمين. شوف عبد الله حكم لما علاها، عبد الله حكم لما علاها وراحت لزهير عبد الخالق، حطها براسه في الزاوية الشمال، سجل منها الهدف الثاني لنادي الكويت. نادي الكويت وعباس تركي كرة معاه بينقلها الناحية الثانية، نقلها ناحية اللجمان، فوتها إلى زهير عبد الخالق، شاف الجول. الله الله، جول من زهير. اللجمان طوح، اللجمان وخر عنه، خدع مدافع نادي. شوفوا لما راحت من العنبري، شوفوا لما راحت من العنبري، هاي من اول نقله، لا من اول نقله، هذه من اول النقله، بيها من اول النقله لما يابها، شوفوا لما من اول نقله لما لعبها العنبري، لما يابها العنبري من اول النقلة وترجع مرة ثانية للعنبري بعد شوية بعد شوية، وهذه للعنبري. شوف العنبري الآن هو اللي راح ينقلها، العنبري العنبري لعبها وين؟
حبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا. إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم بعرض مجموعة من الأهداف. باكر إن شاء الله لنا موعد جديد. فالكم طيب اليوم ودوم، مع السلامة.